أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة بنتكلم فيها عن مشكلة كبيرة أوي بتواجه كتير من متعلمي اللغة الإنجليزية في كل مكان، سواء كانوا طلاب في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو ولي أمر أو يعني أي حد حابب يتعلم اللغة الإنجليزية. إيه هي المشكلة دي؟ أسئلة كتير اتسألتها كمدرس أو كموجه للغة الإنجليزية، بتقول يعني مش بعرف اذاكر انجليزي، مش بعرف اقرا اللغه الانجليزيه، حد تاني يقول لي انا مش بعرف احفظ كلمات ومش بتثبت معايا، حد رابع بيقول انا يعني مش بفهم الجمل ومش بعرف اترجم. النهارده ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنقدم حلول وردود لكل الاسئله اللي بتدور حول الموضوع ده ومشاكل وصعوبات تعلم اللغه الانجليزيه. تعالوا على بركه الله نبدا ونشوف هنتعامل مع الاسئله دي ازاي او مع المشاكل دي ازاي. مبدئيا كده واولا، يعني مفيش حد عايز يتعلم السباحه وهو على الشط، يعني انت مش هتتعلم العوم وانت واقف على الشط، لا لازم بتنزل الميه. بالظبط كده تعليم اللغه الانجليزيه، انت لو عايز تتعلم انجليزي لازم يعني مش تنزل الميه، لا تبدا ان انت تشوف ايه هي طرق تعلم اللغه الانجليزيه وتبدا تحاول، لان مفيش تعلم بدون محاوله. طيب اولا يعني انت مستواك يعني مش بتعرف تقرا مثلا، يعني مش عارف تقرا الحروف، مش عارف نطقها ايه، دي حلها بسيط وسهل. يعني احنا في طريقه جميله جدا للقراءه اسمها الجولي فونكس، ممكن تبحث عنها وتبدا تتعلم من خلالها ازاي تقرا عن طريق تهجي الحروف. يعني لازم نعرف كده ان كل حرف له اسم وله صوت. اسم الحرف زي يعني مثلا حرف الاتش اسمه اتش لكن هو نطقه ه، حرف مثلا زي السي هو اسمه سي لكن هو احيانا بينطق سي احيانا بينطق كي. طب الكلام ده ازاي؟ طبعا ده طريقه قلنا اسمها الجولي فونكس، ممكن تبحث عنها وممكن ما تبحث وتخش عندي على القناه، هسيب لك الرابط بتاع الفيديوهات موجود عندي بحيث انك تقدر تخش وتبدا تتعلم من المستوى زيرو او من المستوى صفر ازاي تقرا اللغه الانجليزيه. ومن هنا بنبدا نجمع الحروف جنب بعضها ونعمل كلمه تمام، ونقدر ننطق بيها الكلمات اللي قدامنا زي الطريقه اللي احنا بنتهجى بيها اللغه العربيه، عن طريق ان احنا نجمع الحروف جنب بعضها ونبدا نتهجى. اذا الفيديوهات دي موجوده عندك في سلسله اسمها تعلم القراءه للمبتدئين، ابحث عنها تحت واسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو تحت، واتمنى ان شاء الله انها تساعدك كتير لو انت مش بتعرف تقرا. طيب بعد كده في الطريقه دي في حاجه مهمه قوي، انك ازاي يعني تعرف انت وصلت لمستوى ايه، فهتبدا انك تسجل لنفسك وتبعت لي التسجيلات دي. يعني في الاخر خالص كده بجيب لك جدول تتهجى بيه الكلمات، يا ريت تسجل لنفسك وتبعت لي الكلمات دي. طيب بعد كده بنبدا نحسن القراءه واحده واحده، بعد ما نخرج من مرحله الحرف والكلمه هنبدا نقرا الجمله. طب انا لو عايز اقرا الجمله اصلا وانا يعني مش بفهم الجمل يا مستر، وانا مش بعرف اترجم الجمل كده، دخلنا في مرحله مثلا اللي هي يعني ايه، لازم يكون بتحفظ كلمات، هتبدا من هنا بقى حفظ الكلمات مع فهمك لبعض القواعد البسيطه. تاني احفظ ايه؟ كلمات. ثانيا يكون عندي فهم لبعض القواعد البسيطه. طيب كلمات لو انت مثلا في مرحله زي ابتدائي هتحفظ كلمات منهجك المقرر عليك، لو انت في اعدادي نفس الكلام، لو في ثانوي هتبدا تحفظ الكلمات المقرره عليك. طب انت لو بره الثلاث مراحل دول وعايز تتعلم انجليزي، والله في كورسات، انا يعني بحب الكورس اللي هو بيمشي يديني مجموعه معينه من الكلمات، وليكن مثلا الدرس النهارده بيتكلم على يعني جوبس اللي هي الوظائف، هيديني مجموعه كلمات تخص الجوبس زي مثلا تيتشر دكتور انجينير وهكذا، طبعا اللي هي الجوبس عندنا هتحفظها هتقرا عليها التكست او درس قراءه، بعد كده بيقدم لك يعني درس للجرامر. لو انت محتاج كورس زي ده ممكن ان شاء الله يا ريت تبعت لي وانا انزل لك او ابعت لك كورس، وهحاول ان انا يعني انزل رابط لكورس يعني في الشكل ده. طيب فهضطر احفظ الكلمات بتاعته، بعد كده افهم الجرامر كويس قوي، بعد كده انا هساعدك كتير قوي في القواعد، لان ان شاء الله في سلسله برضو موجوده عندنا اللي هي تعلم قواعد اللغه الانجليزيه. طيب يبقى انا بقى عندي او بقى موجود عندي حصيله كلمات، العقل بمجرد ما بتشوف جمله بيبدا العقل خلاص يطلع معنى الكلمه دي، ويبدا تلقائيا هو بيقوم بعمليه ترجمه الجمله. في حاجه اسمها برضو مش كل شويه انا هجري على القاموس وهدور على معنى الكلمه والكلام ده،
لا يعني حاول انك تخمن معنى الكلمه برضو من النص. دي طريقه جميله جدا جدا ان انا اقدر اوصل بيها المعاني كلمات. الكلمات لو انت في مرحله مهمه زي اعدادي او ثانوي، ثالثه اعدادي مثلا ثانوي، وممكن اقل من كده شويه كمان، يا ريت. يعني في مشكله كبيره قوي في الكلمات، ان احنا يعني في طريقه مذاكرتها كم المذاكره للكلمات. طيب انا محتاج منك انك بتذاكر الكلمات كالاتي، مش بس انك تحفظ الكلمه كنطق، لا انا محتاج منك اولا لو هتحفظها كتابه فبتقسم الكلمه على اكثر من مقطع. اذا كلمه مثلا information فانا بقسمها بالشكل التالي. طيب اما قلنا في المراحل المتقدمه شويه بيبقى في شغل كتير على الكلمات، فانت محتاج من التكست او من النص يبقى عندك prepositions او حروف جر، عندك idioms اللي هي تعبيرات زي مثلا in the tight corner اللي هو في موقف او في مشكله، تعبيرات زي كده اللي هو مثلا calculation، كلمات بتيجي دايما مع بعض زي make a mistake، هي معروفه كده مش do a mistake، هي make a mistake اللي هي يخطئ. محتاج تعرف مشتقات للكلمه زي مثلا كلمه زي كلمه develop ينمي او يطور، development التنميه لو ضفت المقطع ده، developing اللي هو نامي، ديفلوب اللي هو متطور. اذا انا محتاج منك المشتقات دي، مهمه جدا جدا في ثانوي، هي دي مذاكره الكلمات ثانويه عامه. طيب القواعد قلنا لازم 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 حد يساعدك في القواعد، تبدا تقرا او تفهم القواعد كويس قوي وتحل عليها كتير عشان تبقى شاطر في الانجليزي. كتر الحل والممارسه طبعا معروفه قوي كده، اقول لك practice makes you perfect، يعني الممارسه بتخلي منك حاجه جميله جدا. فانا محتاج اشتغل على انجلش كتير، محتاج ان انا اسجل لنفسي كتير واسمع نفسي في القراءه، او حد شاطر كده او حد انا بثق فيه ابعت له التسجيلات بتاعتي وهو يقول لي انت مستواك وصل ليه. طيب اعتقد ان انا كده الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نرد على كتير من الاسئله اللي بتزعلنا او بتضايقنا في اللغه الانجليزيه. اتمنى اكون افدتكم كتير النهارده. ما ننساش يعني لو لسه ما اشتركتش في القناة هتنزل تحت على الزرار اللي هو فيه سبسكرايب، وهتدوس على العلامة الحمراء بتاعت سبسكرايب عشان تبقى متابع لكل حاجة جديدة معانا في القناة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، لو حاسس ان فيه حد تقدر تفيده بالفيديو ده او تبلغ المعلومة دي لأي حد، يا ريت تشير الفيديو بحيث توصل لكل الناس. وننزل تحت ونشوف الروابط اللي انا سايبها لك، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وأتمنى أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.